ان شاء الله. خلونا برضو نشوف اهم وابرز الاسئله المتواجده في الشارع وعلى السوشيال ميديا ونجاوب على حضراتكم في فقرتنا سؤال وجواب. السؤال الاول، هل يدفع الجونه بلاعبيه البدلاء في مواجهه الزمالك اليوم؟ الجهاز الفني لنادي الجونه بيفكر فعليا في الدفع بالبدلاء وراحه الاساسيين، هو عايز يجرب البدلاء ويشوف او يقف على مستواهم قبل بدايه الموسم الجديد عشان يعرف مين اللعيبه اللي هيبقيها في الفريق ومين اللعيبه اللي ممكن يستغني عنها، وبالتالي طبعا دي هتدي حاجتين، هتدي ممكن افضليه للزمالك انه بيلعب مجموعه من البدلاء اللي ممكن مش بيشاركوا بشكل اساسي مع الجونه، او تعمل نتيجة عكسية ان اللعيبة البدلاء دول هيبقوا عايزين يثبتوا نفسهم ان هم واقفين على رجلهم في الملعب بشكل كويس فيعملوا مباراة كبيرة قدام الزمالك. خلونا نشوف. لسه هنشوف كمان في سؤالنا اللي جاي مع الجونة، مين هيقود الجونة فنيا امام الزمالك؟ ادارة نادي الجونة اسندت مهمة تدريب الفريق في مباراة الزمالك مساء النهاردة لرضا شحاتة المدرب المساعد في الجهاز الفني، حيث سيتولى الامور الفنية خلال لقاء النهاردة. اكيد المباراة دي هتكون مهمة زي ما احنا كمان بنتكلم ان كابتن رضا شحاتة واحد من نجوم اكيد النادي الاهلي قبل كده، اكيد هتكون حاجة مهمة ليه ان هو يكون عنده لقاء فني امام نادي الزمالك اللي بينافس على لقب الدوري اللي بينافس فريقه النادي الاهلي، فاكيد هيكون بالنسبه له انجاز ان هو لو قدر يكون بمثابه اي تعثر للنادي الزمالك هيكون سعيد. رضا شحاته من اللعيبه اللي عندها او من المدربين حاليا اللي عندهم الشخصيه وعندهم الذكاء وكمان عندهم الرغبه في النجاح فيما هو قادم، مباراه مؤقته كمدير فني ليه لو اثبت فيها نفسه بالتاكيد هتحط في تاريخه بالتاكيد. اصل خدي بالك من نقطه، رضا شحاته النهارده ممكن يخلي الدوري في النادي الاهلي، يعني الموضوع مختلف تماما، يعني هي مباراه مش عاديه ولا مباراه سهله ولا وجود مؤقت بس، لا مجرد ان رضا شحاته يعمل نتيجة إيجابية النهاردة بالتأكيد أول ناس هيحبوه أو أول ناس هيدينوا ليه بالفضل هم جماهير النادي الأهلي. طيب السؤال اللي جاي، مفاوضات الزمالك والإسماعيلي بشأن عواد وصلت لفين؟ إدارة نادي الزمالك كثفت اتصالاتها في الساعات الأخيرة زي ما قلنا في خبرنا قبل كده إن رئيس نادي الزمالك كلم رئيس نادي الإسماعيلي وسأله على عواد إمتى إزاي أو ممكن نقدر نحسم صفقة عواد في أسرع وقت وبكام؟ وإزاي ممكن نعجل من ضم عواد لنادي الزمالك خاصة بعد إصابة جنش اللي هتطول شوية ورحيل عماد السيد اللي اقترب جدا من نادي الاتحاد السكندري، وبالتالي الزمالك لازم يحسم في أسرع وقت ممكن صفقة عواد أو أي حارس آخر. أكيد نادي الزمالك عنده مهمة صعبة إن هو يكون بيشوف بديل بعد إصابة جنش اللي كانت غير متوقعة، غياب جنش كان غير متوقع وما كانش محطوط في الحسبان، وأكيد هنشوف إيه اللي هيحصل بالنسبة لانتقال محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي إلى صفوف النادي الزمالك.